Hello, my dear primary four students, and welcome to a new English live session. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات البث المباشر للغة الإنجليزية. معاكم مسز دينا مسلم، والنهاردة إن شاء الله هنكمل سوا يونت 5، هنذاكر باقي الوحدة الخامسة اللي كانت بعنوان Where do you work؟ أين تعمل؟ And today it's time for lesson 4, lesson 5, and lesson 6. هنذاكر الدرس الرابع والخامس والسادس من الوحدة الخامسة. هنبدأ بـ our objectives، أهدافنا إيه. By the end of this lesson you will be better able to listen, read and write about workers in my community. Listen هنسمع، read هنقرأ، and write وهنكتب، write about نكتب عن الـ workers العمال in my community في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. Practice word stress in two syllable words. هنتعرف على ايه هي word stress، التشديد في مقاطع الكلمات او في الكلمات المكونة من مقطعين. هنعرف ايه معنى الكلام ده سوا. Think and write about pros and cons of different jobs. وهنفكر ونكتب عن ايجابيات وسلبيات الوظائف المختلفة. وآخر حاجة make a report about workers in my community. هنعرف ازاي نكتب تقرير عن العمال في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. هنبدأ our first lesson today with exercise 1. Look, listen and say. Look, listen and say. زي ما احنا شايفين كده أول صورة. We have some tools هنا. عندنا بعض الأدوات. وفي أول صورة we have listen. Screwdriver. Screwdriver. تاني صورة عندنا Tape measure. وفي تالت صورة عندنا Blocks. زي ما احنا شايفين كده We have some tools here. عندنا بعض الأدوات اللي ممكن نستخدمها في مهن مختلفة. أول حاجة عندنا Screwdriver. Screwdriver اللي هو المفك، وtape measure اللي هو متر القياس بنقيس بيه الأطوال، وآخر حاجة معانا البلوكس المكعبات كلنا عارفينها. نسمعهم مرة تانية. Screwdriver. Tape measure. Block. نعرف نقولهم. Screwdriver. Tape measure. Blocks. تمام. هنتنقل لـ exercise 2، تمرين 2، read and listen. هنقرأ ونسمع. Do you know anyone like Lara, Talia or Amir؟ هل تعرفوا أي حد زي لارا أو تاليا أو أمير؟ عندنا لارا والتاليا وأمير زي ما احنا شايفينهم قدامنا كده في الصورة. هنشوف مين دول وإيه حكايتهم. الـ reading النهاردة بعنوان بيقول three cousins. عارفين يعني ايه cousins؟ اولاد العم. برافو عليكم. ف three cousins تلات اولاد عم اسمهم ايه؟ لارا، تاليا and امير are cousins. لارا وتاليا وامير ابناء عم. But they are all very different. ولكن هما التلاتة مختلفين تماما عن بعضهم. هنشوف ازاي مختلفين. بيقول اول حاجة هنتكلم هنا عن لارا. بنقول when Lara was a child، لما لارا كانت طفلة، she loved to experiment، كانت بتحب تختبر الحاجات اللي حواليها وتجرب. She was very curious، كانت شغوفة جدا. She always carried a screwdriver and she opened old radios, cell phones and anything that had electricity. كانت دايما بتشيل معاها في شنطتها سكرو درايفر. عرفنا يعني ايه؟ يعني مفك. برافو. طب نستخدمه ايه؟ She opened old radios، كانت بتفتح بيه أجهزة الراديو القديمة، cell phones الهواتف، and anything that had electricity وأي حاجة بتستخدم الكهرباء علشان تشتغل. كانت لارا شغوفة إنها تفتحها وتشوفها. Her favorite question، كان سؤالها المفضل was how does it work؟
How does it work؟ كيف يعمل؟ الأجهزة دي بتشتغل إزاي؟ عشان كده كانت بتفتحها تشوف إيه جواها. She learned about safety with electricity. عرفت وتعلمت عن السلامة أو الأمان بالكهرباء، باستخدام الكهرباء، إنها إزاي تكون حريصة وحذرة وهي بتستخدم الكهرباء. ده مين؟ دارا. هنشوف تاليا. تاليا، when Talia was a baby، لما كانت تاليا طفلة، she played with blocks، كانت بتلعب بالمكعبات. She put one block on top of another، كانت بتحط مكعب فوق مكعب. When she was older، لما كبرت شوية، she started making things، بدأت تصنع الأشياء. She made a little house for her dog، عملت بيت صغير للكلب بتاعها. And a bed for her sister's doll، وسرير للعروسة، اللعبة بتاعت أختها. She always carried a tape measure and a pencil، كانت دايما بتشيل معاها متر قياس وقلم رصاص. تالت حد معانا أمير، the third cousin، ابن عمهم بقى التالت. أمير was always very patient، كان أمير دايما صبور. patient هنا it's an adjective، صفة بمعنى صبور، اللي هو الشخص اللي بيصبر وما بيتعصبش أو يتضايق بسرعة. and he liked helping people، وكان بيحب إنه يساعد الناس. sometimes في بعض الأحيان big brothers can get angry at little brothers، الأخوات الكبار ممكن أحيانا يغضبوا ويتضايقوا من إخواتهم الصغيرين. But Amir was never angry، ولكن أمير عمره ما غضب أو اتنرفز أو اتعصب. He played and he explained، كان بيلعب معاهم وبعد كده بيشرح لهم. Today Lara، تاليا and Amir، النهاردة لارا وتاليا وأمير are all adults، زي ما احنا شايفينهم كده كبروا. But they still call each other، ولكن لسه بيتصلوا ببعضهم. When they need some help، لما بيحتاجوا مساعدة. Now in exercise 3، في تمرين 3، think، choose and write، هنفكر سوا ونختار ونكتب. What do you think، تفتكروا لارا، تاليا and أمير do today؟ معنى سؤال what do you think Clara, Talia and Amir do today، مش معناها بيفعلوا ايه النهاردة، معناها بيشتغلوا ايه. احنا عندنا هنا 3 jobs، 3 وظائف. اول وظيفة an architect اللي هو مهندس معماري. تاني وظيفة an electrician كهربائي، الشخص اللي بيتعامل مع الكهرباء وبيصلحها. وثالث وظيفة a teacher مدرس. عندنا قلنا ايه 3 وظائف، وعندنا لارا is وتاليا is وامير is. تفتكروا من التكست اللي احنا لسه قارينه عنهم، لارا دلوقتي بتشتغل ايه؟ برافو عليكم، Lara is an electrician، كهربائي. And Talia is، اللي كانت بتحب تبني مكعبات وتبني حاجات. برافو، an architect، مهندسة معمارية. طيب أمير is a teacher، excellent، كان أو أصبح مدرس، لأنه كان صبور وبيتعصبش بسهولة وبيعرف يتعامل مع الصغيرين. In exercise 4, read again and answer the questions. هنقرأ مرة تانية ونجاوب على الأسئلة اللي قدامنا دي. إيه هي الأسئلة؟ Number 1, who does Amir call when the fan doesn't work؟ مين أمير؟ أو مين الشخص اللي أمير بيتصل بيه لما المروحة ما تشتغلش؟ فاكرين the fan؟ يعني مروحة. تاني سؤال، Who does Lara call when she wants to change something in her house؟
مين الشخص اللي هتتصل بيه لارا لما تحب تغير حاجة في بيتها؟ وثالث سؤال، Who does Talia call؟ مين الشخص اللي هتتصل بيه تاليا when she doesn't understand something in her English class؟ لما هي مش عارفة تفهم حاجة في درس الإنجليش بتاعها هتتصل بمين؟ نرجع للتكست بسرعة. Three cousins. Lara, Talia and Amir are cousins, but they are all very different. When Lara was a child, she loved to experiment. She was very curious. She always carried a screwdriver and she opened all the radios, cell phones and anything that had electricity. Her favorite question was, how does it work? She learned about safety with electricity. When Talia was a baby, she played with blocks. She put one block on top of another. When she was older, she started making things. She made a little house for her dog and a bed for her sister's doll. She always carried a tape measure and a pencil. Amir was always very patient and he liked helping people. Sometimes big brothers can get angry at little brothers, but Amir was never angry. He played, and he explained. Today, Lara, Talia, and Amir are all adults, but they still call each other when they need some help. نرجع للأسئلة. فquestion number one, who does Amir call when the fan doesn't work? مين الشخص اللي هيتصل بيه أمير لما المروحة يكون فيها مشكلة؟ برافو لارا. Excellent. لأن لارا is an electrician, كهربائية. تشتغل في إعطال الكهرباء والحاجات دي. بتصلح الحاجات اللي بتستخدم الكهرباء. Number two, who does Lara call when she wants to change something in her house? Yes, excellent, Talia, because Talia is an architect, مهندسة معمارية. Bravo, Ali. And number three, who does Talia call when she doesn't understand something in her English class? Yes, Amir, because Amir is a teacher. Bravo, Ali. Now we're going to study syllables and word stress. هنعرف إيه هو syllable. وإيه هو الـ word stress and let's watch this video together. Hi! Okay, everybody. The English language has many words like this. Huh. So many words. هنا بيقول لنا إن الإنجليش فيه كلمات كتيرة. زي ما احنا شايفين قدامنا كده فيه كلمات كتيرة جدا في الإنجليش. And every word can be split into parts. We call these parts syllables. وممكن كل كلمة بنقسمها لمقاطع أو لأجزاء. الأجزاء دي اسمها syllables. اسمها syllables. يبقى syllable ده أجزاء الكلمة. A word could have one or two or three or four or even more syllables. والكلمات دي ممكن يكون فيها one syllable مقطع واحد أو تتكون من two syllables مقطعين أو three syllables أو four syllables. Could a word have 1,000,000 syllables? No, that is too many syllables. What about four syllables? Yes, I already said that. Ha! No more questions. Anyway, a syllable is like a beat. Do you know what a beat is? Drummer! Please play a beat. Thank you. That is a good beat. You can make a beat by clapping your hands. Now get those hands up. Let's practice one beat. Okay, ready? Here we go. Clap! Ho ho! Now let's try it with some words. We start with the easy ones. Words with one syllable. هنا هنجرب ازاي نتعرف على السيلابلز في الكلمات
فالكلمات اللي فيها one syllable كل مقطع في الكلمة احنا هنعمل له سقفة. فالكلمات اللي فيها one syllable او بتتكون من مقطع واحد بس هنسقف مرة واحدة بس. طب لو كلمة فيها two syllables هنسقف مرتين وهكذا. And therefore one beat. The first word is dog. 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 It's a dog. Ha ha! Good girl. Now everybody clap your hands to make one beat when I say the word dog. Okay, ready? Here we go. Dog. 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 Hey! Good job. Next, we'll try a word with two syllables. Apple. 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 I said apple! Huh, thank you. The word apple has two syllables and therefore two beats. It's kind of like it's split into two parts, like this. The first part is app, and the second part is pull. Now everybody clap your hands and make a beat when I say each part of the word apple. Okay, ready? Here we go. App, pull. App, pull. App, pull. App, pull. App, pull. Apple! Yay! You're doing great. Next we will try a word with three syllables. Ladybug. Ladybug. Ladybug! Ladybug! I said ladybug! Wow, that is a big ladybug. The word ladybug has three syllables and therefore three beats. It's kind of like it is split into three parts. The first part is le, the second is d, and the third part is a bug. Now everybody clap your hands and make a beat when I say each part of the word ladybug. Okay, ready? Here we go. Le, di, bug. 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 Ladybug! Good job! And finally, we try a word with four syllables. Salamander. 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 It's a salamander. Oh, hi, salamander. The word salamander has four syllables and therefore four beats. It's kind of like it is split into four parts. Ow. The first part is sal. The second part is a. The third part is man. And the last is der. Now everybody clap your hands and make a beat when I say each part of the word salamander. Okay, ready? Here we go. Sal, a, man, der. Sal, a, man, der. Sal, a, man, der. Sal, a, man, der. Salamander. Salamander! Oh, yeah! That's it for now! Until next time, see you later! بعد ما تعرفنا على ايه هي الـ syllables تمام؟ Now in exercise 6 في تمرين 6 بيقول a syllable المقطع is a part of a word هو جزء من الكلمة that contains a single vowel sound يعني كل جزء في الكلمة فيه صوت متحرك ده اسمه syllable وعلى عدد الأصوات المتحركة اللي موجودة في الكلمة إحنا بنقسمها بنفس العدد للـ syllables أو للمقاطع أو الأجزاء. Now, look and say, شايفين قدامنا كلمات. How many syllables are in each word? هنفكر سوا كم عدد المقاطع اللي موجودة في كل كلمة. Number one, electrician. 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 How many syllables? Yes, three. Tab number two, teacher. Teacher.
Yes, two. تالت كلمة معانا builder. Builder. Yes, two syllables. طب الكلمة دي architect. 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 Yes, three syllables. طب هنا plumber. 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 Two. Mechanic. 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 Yes, excellent. Three. Henna. Dentist. Dentist. Bravo. Two syllables. And the last word, آخر كلمة, doctor. Doctor. Yes, two syllables. Now, which one is correct? Listen and choose. هنا هنتعرف ايه هي ال word stress. ال word stress يعني التشديد على المقطع. يعني ايه التشديد على المقطع؟ يعني اي مقطع فيهم انا صوتي بيبقى قوي فيه عن المقطع التاني. زي ما احنا شايفين كده قدامنا كلمة ايه؟ dentist. فهل انا بقولها dentist dentist ولا dentist dentist؟ بنقولها كده؟ لا، احنا بنقولها ازاي؟ نسمع dentist. تاني dentist dentist. فانا صوتي بيبقى قوي في which one، في اي شكل فيهم اللي انا بشدد او صوتي بيبقى قوي في أول مقطع ولا في المقطع الثاني؟ dentist dentist. Yes, excellent. هنا في أول مقطع صوتي بيكون قوي. Now in exercise 9, underline the stressed syllable in the words. هنعمل خط على المقاطع المشددة اللي بيكون صوتنا فيها قوي في الكلمات اللي قدامنا دي. أول كلمة plumber. Plumber. يبقى على أول مقطع plumber. طب تاني كلمة teacher. Teacher. برافو، على أول مقطع برضو. طب تالت كلمة builder. Builder. Yes، أول مقطع excellent. رابع كلمة dentist. Dentist. برافو، أول مقطع برضو، لسه حلينا من شوية. طب هنا driver. Driver. Yes, excellent. The first syllable and the last word doctor. Doctor. برافو عليكو، the first syllable أول مقطع. Plumber, teacher, builder, dentist, driver, and doctor. Plumber, سباك، teacher, مدرس، builder, البناء اللي بيبني البيوت، dentist, طبيب أسنان، driver, سائق، doctor, طبيب. دول كلهم different groups وظائف مختلفة in our community، في مجتمعنا. Now with exercise 11, listen and circle the words which has the correct stress. هنعمل circle على الكلمة اللي محطوط خط تحت المقطع اللي عليه stress أو المقطع المشدد. نبدأ من number one. Plumber. Plumber. Yes. هي دي الستريس على first syllable أو أول مقطع. طب number two. Teacher. Teacher. برافو عليكو، أول مقطع برضو. Number three. Builder. Builder. Yes, excellent. على أول مقطع. طب number four. Mechanic. Mechanic. Mechanic.
فهنا الاستريس على which syllable here. برافو برافو. في المقطع الثاني mechanic mechanic mechanic. Number five driver driver driver. برافو. The first syllable. وآخر واحدة doctor doctor doctor. قلنا the first syllable. سهلة. برافو عليكم. Now with Clil and Mass, exercise 12, look and think by the missing numbers. هنكتب الأرقام اللي مش موجودة. Number 1, we have 100 divided by what? Equals to. ال 100 المية لو قسمناها على كام هيدينا 2 الناتج. Yes, excellent. 50. So 100 divided by 50 equals 2. Number B, 100 divided by 2 equals. Yes, excellent. 50. سهلة جدا. الرقم اللي مش موجود منهم هيتكتب. Number 2, 100 divided by 25 equals. لو عندنا 100 وقسمناها على 25 هيكون الناتج. Yes, excellent. 4. Bravo. And 100 divided by what? Equals 25 by 4. Bravo. Yeah. Great 4. Bravo عليكم. Number 3. 100 divided by what? Equals 5. المية هنقسمها على كام عشان يدينا الناتج 5؟ Yes, 20. Bravo. لو قسمنا المية على العشرين هيكون الناتج 5. طيب 100 divided by 5 equals 20. Excellent. Now read and solve the problem. عندنا هنا مشكلة بنقول there are 200 children in grade 4. عندنا 200 طفل في سنة رابعة. Today they are going on a school trip. النهاردة هم رايحين في رحلة مدرسية. Each school bus carries 50 children. كل أتوبيس يسع لخمسين طفل فقط. How many buses do they need? هيحتاجوا كم بس علشان ينقلهم لمكان الرحلة. عندنا 200. وكل بس بينقل 50. فهنعمل ايه؟ 200 divided by 50 equals 4. هنحتاج 4 buses, 4 أتوبيسات علشان تنقل الطلاب. Now with exercise 1, think about a male carrier's job. هنفكر في وظيفة حامل الرسائل. تمام؟ اللي هو زي ساع البريد كده. What are the good and bad things about the job? ونفكر إيه الحاجات الكويسة والحاجات اللي سيئة اللي بتواجه الوظيفة دي أو الناس اللي بيشتغلوا في الوظيفة دي. عندنا النهاردة our friend شريفة البنوتة الجميلة دي اسمها شريفة. هتكلمنا عن وظيفة الميل كارير اللي هو حامل الإيميل أو حامل الرسائل اللي هي مين؟ هير أنت خالتها أو عمتها بتشتغل بالوظيفة دي بتنقل الرسائل وبتوصلها للناس أو بتودي البريد للناس. فبتقول لنا My name is شريفة. أنا اسمي شريفة. In class this week في الفصل الأسبوع ده we are talking about the good and bad things about different jobs. بنتكلم عن الحاجات الجود الكويسة وباد ثينجز الحاجات السيئة عن الوظائف المختلفة. My aunt is a mail carrier in America. خالتها أو عمتها حامل للبريد في أمريكا. I talked to her about her job. اتكلمت معيها واتناقشنا في الوظيفة بتاعتها. And she told me some of the pros and cons. وهي قالت لي بعض الإيجابيات والسلبيات. يعني إيه إيجابيات وسلبيات؟ الإيجابيات الحاجات الحلوة. السلبيات بتبقى غالباً في الصعاب، المشاكل، الحاجات اللي ممكن يواجهوها أثناء العمل. فهنقول
البروز اند كونز اوف بينج ا ميل كارير، الايجابيات والسلبيات لعمل ناقل البريد او حامل البريد. واتس ات لايك تو بي ا ميل كارير، يا ترى وظيفة الساعي البريد دوت بتكون شكلها ايه؟ There are good and bad points about the job. في نقاط كويسة ونقاط يعني صعبة شوية عن الوظيفة دي، من المصاعب اللي ممكن تقابلها وهي بتودي الرسائل البريد لأصحابها. فبتقول on one hand، من جهة male carriers are outside all day. ساعي البريد أو الأشخاص اللي بيوصلوا البريد طبعاً شغلهم بيكون على طول برة، بيكونوا طبعاً في الشارع بيوصلوا من مكان لمكان، فما بيقعدوش في مكان معين. This is great، ده طبعاً الموضوع ده حلو جداً. Great عظيم ورائع. When the weather is good، لما الجو بيكون حلو وإحنا بنشتغل برة فهنستمتع بالطقس. But it's not fun، ولكن مش لطيف. When the weather is very hot or wet and cold، ولكن لو الجو حر قوي أو في رطوبة أو برد هيكون صعب شوية. Male carriers walk all day، بيمشوا طول اليوم بيتنقلوا من مكان لمكان عشان يوصلوا البريد لأصحابه. And get a lot of exercises، وطبعا مشيهم ده بيخليهم على طول في حالة حركة مستمرة وتمارين. They also speak to a lot of people، بيتكلموا مع ناس كتير. This is a nice part of the job، ده الجزء اللطيف من الوظيفة دي. Everybody likes getting mail، طبعا كلنا نحب يوصل لنا بريد ورسائل. So everyone likes meeting the mail carrier، وبالتالي كل واحد بيحب يقابل ساعي البريد. هنقول on one hand، من جهة، على الصعيد الآخر أو من جانب تاني بقى، احنا اتكلمنا في الجزء الأول عن البروز الإيجابيات الحاجات الكويسة، هنتكلم دلوقتي عن الكونز أو الباد ثينجز الحاجات اللي مش كويسة أو الصعاب اللي بتواجه وظيفة حامل البريد. فبنقول on the other hand، على الصعيد الآخر، there are also some bad things to think about، في بعض الأشياء السيئة اللي هنفكر فيها في الوظيفة دي. Being a male carrier is not an easy job، طبعا دي مش وظيفة سهلة. The mail bag is very heavy، شنطة البريد اللي بتحط فيها الرسائل بتكون تقيلة جدا. It can give some mail carriers the backache، ممكن تسبب لهم ألم في الظهر. Backache يعني ألم في الظهر. Another bad thing is that they wake up very early، بيصحوا بدري جدا علشان يوصلوا للأماكن البعيدة. My aunt starts work at 6 o'clock in the morning، عمتها بتبدأ الشغل من الساعة 6 الصبح. فشفتوا بقى الحاجات الصعبة، إن هو ممكن they may get a backache، يحصل لهم ألم في الظهر من شيل الحاجات التقيلة دي، الرسائل التقيلة والبريد التقيل. وكمان بيصحوا they wake up very early every day، بيصحوا كل يوم بدري جدا علشان يروح الشغل الساعة 6 الصبح. Now in exercise 3 read again and answer the questions، عايزين نجاوب على الأسئلة دي. What's the paragraph about؟ الباراجراف اللي احنا لسه قاريينه ده كان عن ايه؟ برافو. البروز اند كونز اوف بينج ا ميل كارير. نمبر 2، هاو داز شريفة ستارت هير باراجراف؟ شريفة بدأت الباراجراف بتاعها ازاي؟ يس وذ ان انترودكشن، بدأته لينا بمقدمة عن ان هي في الفصل بتاعها الاسبوع ده بيتكلموا عن الوظائف والايجابيات والسلبيات بتاعه كل وظيفه. نمبر 3، هاو داز ذس هيلب ذا ريدر؟ تفتكروا المقدمه اللي هي كتبتها في الاول دي واحنا قريناها قبل ما نقرا التكست، فادتنا بايه؟ ات جيفز ا جنرال ايديا اباوت ذا توبك، ادتنا فكره عامه عن الموضوع اللي احنا هنقراه اللي هو ايجابيات وسلبيات بعض الوظائف. Now we're going to read the report، هنقرا تقرير about people who help us، عن الناس اللي بيساعدونا. And when the report بيقول workers who made our school،
workers who made our school, العمال اللي أنشأوا أو بنوا مدرستنا. تفتكروا مين اللي اشترك في بناء المدرسة؟ هل هو الليفيرني بس؟ ولا هل هو السباك؟ ولا الكهربائي؟ ولا مين تاني؟ هنشوف دلوقتي. بيقول التقرير The builders build the school. البنائين بنوا المدرسة أو بيبنوا المدرسة. The plumbers connect the pipes so that we have water. السباكين بيوصلوا أنابيب المياه فبالتالي بيبقى عندنا مية في المدرسة. The electricians connect electricity so that we can use lights. وعمال الكهرباء بيوصلوا الكهرباء وبالتالي بنقدر نستخدم الإضاءة والنور في المدرسة. The cleaners keep the school clean. عمال النظافة بيخلوا المدرسة نظيفة طول الوقت. The bus drivers bring the children to school. سواقين الأتوبيس بيبردوا الأطفال بيوصلوهم للمدرسة وبيرجعوهم البيت. The garbage collectors take away our garbage. وجامعي أو عمال النظافة أو جامعي الكمامة بياخدوا الكمامة من المدرسة ويودوها للمكان اللي بتترمي فيه. The mechanics fix the cars and the buses that bring the children to school. والميكانيكي بيصلحوا السيارات والأتوبيسات اللي بتودي الأطفال للمدرسة. فشايفين we have different jobs وظائف مختلفة in our community في مجتمعنا and they are all very important وكلهم مهمين جدا. ما ينفعش ان احنا نستغنى عن وظيفة منهم لان ما فيش حد يقدر يقوم بالدور اللي هي بتعمله. Now it's time for you to make a report. دلوقتي you can make a report تكتبوا تقرير. Who helps you at home؟ مين بيساعدك في البيت؟ Make a list of the people who helped build your home and the people who look after your home now. هتكتب قائمة بالأشخاص اللي بيساعدوا في بناء منزلك والناس اللي بيهتموا بيك وبيرعوك في منزلك الآن. Draw, ارسم or glue a picture. هتلزق صورة بالجلو باللزق أو بالصمغ of your house لبيتك or a room in your house أو غرفة في منزلك. Write about the different people who helped you at home. وبعد كده هتكتب عن الناس المختلفة الأشخاص المختلفين اللي ساعدوك في البيت. Now let's move to exercise 3. Do you remember the names of these jobs? هل لسه فاكرين أسماء الوظائف دي؟ Look and write. عندنا we have 7 different jobs. 7 وظائف مختلفة. And this is for your homework. للواجب في واجبكم هنحلها في الواجب. هنكتب أسماء اسم كل وظيفة. بعد ما نكتب أسماء الوظائف in exercise 4 how many of the jobs كم عدد الوظائف have 2 syllables وتتكون من مقطعين. وعرفنا ازاي بنقسم الكلمات لمقاطع. Circle the stressed syllables. بعد ما نشوف الكلمات اللي بتتكون من مقطعين هنعمل سيركل دايرة على المقطع اللي عليه ستريس أو المقطع المشدد اللي صوتنا بيكون قوي فيه وإحنا بننطق الكلمة دي وعرفنا ده إزاي واتمرنا عليه. Now in exercise 5 look, read and complete. هنشوف كده التمرين. ننظر للصور وهنقرأ ونكمل. هنكمل بـ that, these, this and those. فاكرين أسماء الإشارة that للمفرد البعيد these للجمع القريب برافو this للمفرد القريب and those للجمع البعيد. And number one هنستخدم which one of these أي واحدة في دول is a ونكمل اسم الحاجة دي. أول حاجة دي قريبة ولا بعيدة؟ قريبة. مفرد ولا جمع؟ حاجة واحدة ولا أكتر من حاجة؟ حاجة واحدة برافو عليك. فهنستخدم this. Excellent. This is a اسم الحاجة دي إيه؟ التول دي اسمها إيه؟ Yes, excellent. Screwdriver. Screwdriver. ما فك. Number two. دي مفرد ولا جمع؟ وقريبة ولا بعيدة؟
هي بعيدة اهو، شايفينه اللي على الترابيزة ده بعيد عننا ومفرد، فهنستخدم that is a اسمه ايه؟ طيب measure excellent متر القياس. Number three، الحاجة دي قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة، وطبعا هما جمع كتير، فهنستخدم these ولا those؟ those excellent، those are اسمهم ايه؟ برافو بلوكس مكعبات. النمبر فور ايوه قريبة وجمع هتبقى these are plumbers tools excellent، دي الادوات اللي بيستخدمها السباك. now let's have some exercises، هنتمرن على ال choose the correct answer من اللي احنا تعلمناه النهاردة. number one، Lara opened the radio with the space. Lara opened the radio with the spoon, screwdriver, pen. Spoon, screwdriver, or pen. Bravo, screwdriver. Lara opened the radio with the screwdriver. Lara فتحت الراديو باستخدام المفك. Number two, Talia puts one space on the top of another. Talia puts one space on the top of another. Tape measure, doll, or pluck. Bravo. Talia puts one pluck. كانت بتحط مكعب on the top of another، أعلى المكعب الآخر. And number three, the space works in hospital. The teacher, doctor, or builder. Yes, the doctor. Excellent. The doctor works in a hospital. And number four, Ahmed is 150 centimeter. I used a space to know. Screwdriver, tape measure, or saw. Ahmed is 150 centimeter. Ahmed طوله 150 centimeter. I used a، استخدمت ايه علشان اعرف طوله؟ برافو عليكو، a tape measure متر القياس. طبعا مش هستخدم السكرو درايفر اللي هو المفك، ولا هستخدم السو اللي هو المنشار. برافو. Number five, when we talk about good things، لما نتكلم عن الأشياء الجيدة، we talk about space. Pros ولا books ولا cons؟ Yes, pros، الإيجابيات. When we talk about good things, we talk about pros. Number six, my mother never gets angry. My mother never gets angry. She is very space. Sad, patient, happy. Sad, patient, happy. Bravo, patient. My mother never gets angry. مامتي ما بتغضبش أبدا. She is very patient. هي صبورة جدا. Number seven. A space is 7 days. A space is 7 days. Week, month, season. Week, month, season. Bravo. A week is 7 days. الأسبوع في 7 أيام. Number eight. Space touch anything electrical with wet hands. Space touch anything electrical with wet hands. Do, always, never. Do, always, never. Yes, bravo عليكو. Never touch anything electrical with wet hands. ممنوع ابدا نلمس اي حاجة فيها كهرباء، متوصلة للكهرباء، اي فيشة، اي حاجة وإيدينا مبللة وإيدينا فيها مية. So never touch، ممنوع نلمس anything electrical with wet hands. Number nine, the teacher must be patient, curious, bad. Yes, patient، المدرس لازم يكون صبور. برافو. Number ten, the heavy mail bag can give mail carriers a space. Toothache, backache, or headache. The heavy mail bag
can give male carriers a backache. قلنا إن حقيبة البريد ممكن تسبب ألم الظهر لساعي البريد. Number 11. Being a male carrier isn't a space job. Easy, hard, boring. Easy, hard, boring. Bravo. Being a male carrier isn't an easy job. مش وظيفة سهلة. Isn't هنا بالنفي يبقى easy. برافو عليكم. That's all for today. I'll see you again another day إن شاء الله. دي كانت حصتنا النهاردة. أشوفكم إن شاء الله في حلقات جاية. كنت معاكم مسز لينا مسلم وبتمنى لكم النجاح والتوفيق. لو عندنا أي سؤال سيبوه في الشات بوكس وهرد عليكم حالا.